لقيتها مثلا مشروبات الدواء راه عليه وانا راه انا هو انا هو ولدك عليه ولدي كتخرب عليا شكون انت شكون انت انا ولدك نزل ما بيناش بجانب شرب وانسى
أبغيك تهضر معاه. تهضر معايا 40 عام وانت عايش في بلدك واكل شارب ماسك ناسك قاري. عمرك تكلت عطيني المصطلح ديال شعرك؟ عمرك تدور من بلاصتك تحس بها ولا تلف منك الدهنه ديال الشعر في الماكينه ديال الزناد ديال وجهك؟ وما نويتش انا هاد الشعر الوالي ولا 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 حرام باقي زايده في الجنوب ما نويتيه. دابا تمسكو تولي قرد ولا كلب ولا حمار ولا ولا فين نسري؟ شكون نسري؟ امك يا حمار. او اللي ليه؟ قول لي يا نعم شحال 30 واحد في الحرب؟ فوقك في هاد المنطقه هنا حرب شي شوية تقريبا. كيف شي شوية تقريبا؟ قل لي اشني احسن حاجة سقطتي الخيل ولا العسكر؟ خيولة؟ لا خيولة بطار بطار؟ اذا احتلت حمار ما عارف والو اذا كان يكون عسكر انا كان باغي كاتيلي كاتيلي وزاد فين ماجر كان سمع الصوت وكان طاش القرابة بالمنطقة كان عارف وبال كان صاد عليه وصافي. ايوا وين مات؟ ولا يكون مشى للغابة يكفي شي مسائل طبيعية ديالو. وهو صاحبي جيت عارف ضروري ما يكون شي واحد مات هاد العالم وقال جاي ولا لا ما حبش صلاة انا زاد هكا قال جاي لها غير الرحمة وصافي باش ما يبقاو لبني شي. تبارك الله عليك شجاع واسمه شجاع. ماما ماما سبحان الله العظيم بحالي نفس الشيء نفس الاحساس ما شاء الله. اجي وجدي اجي ما كاين مطبخ ما كاين مقد ما كاين مقتول ما كاين مطبخ ما كاين والو ما خدامين
وش ولا الله يفتحكم عليكم، ما خدامينش احنا ولا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون الاخوان؟ بلا ما تعصبوا، بلا ما تقلقوا، بلا ما تبرزدوا، فهمتي؟ نعم. شوف حنا هنا باغي سيد المساعده، انا موجود. شوف عندكم شي دنيا هكا تحل لكم بها انا غادي تسكت لحم الدار هو غادي تحت العرش، سولوا ما دار. فين هو المشكل؟ المشكل؟ ايه المشكل شباب، المشكلة سيدي هو أن الممرضين في بلاد الناس طاحوا لهم الكتاب حسب ما طاحوا لهم، غد جايين غد جايين يزقوا جراحين يزقوا لي في المعطوبين في القيمة أنا الله يردي نصبي الخيم على خلاها وغلقوا الممكنة وفي العقيم ما فيش تعاونوا هاد الدراوز هادو، شوفوا هما كيفاش ظريفين، شوف شوف شوف، انت هذاك اللي عندك مشكل مع القايس، كيف؟ هاد الولاد عليك، شوف عاد عرفت القاسي كنت تما، ولا سي واحد البوليسي واش عمقطع راسهم، يلا انا ما عرفت منالهم ما كاين حتى واحد، واش عرفوا منهم واش غيحققونا ولا، واش انا غادي يوريوني انا في الزيتون بلادي ولا؟ شوف الولاد عليك حكى لي حكى كيما كان. ومساهم في حركة مساهمة في مدينة العرائش، شكرا.
تقنيون الإضاءة نزيف عبو. يلا شبيه يلا. المؤثرات الصوتية معاذ مشقي. المحافظة العامة. أرى أناسا درستهم وعلمتهم لي بروميير نوسيون دو بير، والآن هم يتربعون على ولا فوق قائمة الفنانين في المغرب، ومن بينهم لا للحصر الفنان المخرج محمد شريف أقرب. شكرا للجمهور الطوال، شكرا للجمهور العلاج، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا. Thank you.